مشاهدينا الحلوين الطعمين، اهلا وسهلا بيكم في رحله جديده من رحلتنا السعيده. يلا بينا نبتدي على طول، وعشان نبتدي الرحله لازم نتعرف مين الاسر اللي معانا النهارده ونبتدي نستقبلهم. نبتدي بالبنوته اللي معانا، الليدي بقى اللي معانا النهارده الاستاذه حبيبه. عرفينا على نفسك يا حبيبه كده، وقلنا عندك كام سنه وبتحبي تعملي ايه وكده. انا اسمي حبيبه. لا مش سامعه. انا اسمي حبيبه، انا عندي 9 سنين، انا بلعب، انا في جريد 5 وبلعب رقص. و بلعب رقص ازاي؟ بتلعبي رقص ازاي؟ ترقصي يعني؟ ترقصي ايه؟ هيب هوب يا ولد، وكونتمبرري وهاوس. كونتمبرري، بترقص رقص معاصر. اوكي. في حركات هنا فنيه رهيبه. والاستاذ يحيى، انت اخو حبيبه، عندك كم سنه؟ عرفنا نفسك اكتر. انا اسمي عادل، عندي 11 سنه، انا في جريد 6 وبلعب سباحه وكوره. يا ولد ماشي، بترقص بقى مع اختك او كده؟ ماشي، حلو، يعني حد يعمل حاجه والتاني لا. مامي. ايوه، انا اسمي شريهان محمود. أوه؟ ربة منزل، مش هقول عندي كام سنه. طب ما تقولي، محدش طلب منك يا شريهان. اصل حسيتهم ان لا لا، هم يقولوا عادي بس انت تمام يعني. ماشي. بابا. انا عادل جمال، مهندس كمبيوتر. مهندس كمبيوتر. اوكي. وبابا. بابا. ماشي. اوكي. اسره الاستاذ يزونة. يزن، قول لنا، عرفنا على نفسك. اسمي يزن الكريم. ايوه، عندي 8 سنين. ماشي. وبتحبي تعمل ايه؟ العب. العب. بتلعب ايه؟ احنا النهارده هنلعب لعب كوره. فروسيه. وفروسيه. الله، دي لعبه حلوه قوي قوي، هنقعد نتكلم في الموضوع ده. طب واخوك؟ كوره وفروسيه برضو. برضو. واسمك ايه؟ طيب يامن كريم. وعندي 9 سنين. وبتحب كوره وفروسيه برضو، وسمعت برضو انك بتغني. بتغني في كورال؟ يا ولد ماشي، كوره وفروسيه ان شاء الله. ماما. اماني محمد. ايوه، عندي 29 سنه. الله اكبر. ده ايه الثقه دي؟ ما شاء الله، الله اكبر. ايوه، ومش بشتغل يعني، مؤخرا تفرغت. اوكي ماشي. بابا. كريم ربيع، محاسب، 36 سنه. اهلا وسهلا استاذ كريم، واسره واثقه من نفسها جدا، بتتكلم عادي عن السن، وده حاجه كويسه جدا جدا جدا. طيب اعزائي الحضور، اهلا وسهلا بيكم في رحلتنا السعيده. عايزين نبتدي الرحله بتاعتنا. قبل ما نبتدي الاسئله بتاعتنا، احب اعرف انتوا متعرفين انتوا على بعض قد ايه، فهسال كل واحد اسئله كده. عادل، ولا ده ولا دي ولا ده. لا، انتوا عارفين بعض قد ايه؟ انت واسرتك. اوكي ماشي، هسال عادل. يعني اكتر حد عارفه يا ابني؟ عايز اسال انكل عادل. هاجي لك حالا. جايه لك والله. عادل حبيبه، ايه اكتر لون بتحبه جدا جدا جدا؟ البيربل. البيربل فعلا؟ يس. اوكي. كريم خايف ليه؟ انا؟ هتضربوني؟ لا 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 لا، مفيش حد بيضرب حد هنا، لسه قايلين لا في ضرب ولا عنف ولا حاجه. مفيش حاجه خالص. طيب يزن، ايه اكتر كرتون بيحب يتفرج عليه؟ كرتون؟ ايه يا بابا، انت معانا؟ انا مش عارف الكرتون اسمه ايه. يعني طب قول وخلاص اللي فيه. اسمه ايه؟ قول اللي فيه وخلاص. قول اي حاجه. بيقول لك قول اي حاجه وانا اقول لك. اوكي. سبايدر مان. سبايدر مان؟ هو ده كرتون؟ ماشي صح. جميل قوي يا حبيبي. بينقذ بابا. ماشي صح صح يا بابا. شيري، قولي لي ايه اكتر حاجه بتنرفز يحيى جدا جدا من حبيب؟ لما بتمسك مثلا النينتندو بتاعه والايباد الحاجات دي. طب ليه شيرنج سكيرنج يا يحيى؟ لا هو بيتضايق كده. ليه بيتضايق ليه؟ عشان ما بتسالش. ما بتطلبش، ما بتستاذنش يعني. انا هتقوم دلوقتي. لا لا مش هتقوم، ما تقلقيش. ما بتستاذنش؟ طب وانت ما هو يعني بتتعامل على ان حاجتكم واحده ولا ايه؟ ولا ايه؟ صح؟ هتعديها يعني. مش هيقول لك ايوه. لا مش هيقول لي ايوه. بس هو قال لي ايوه. على فكره ماما، قولي لي يا ماما. يامن. يامن ويزن. قولي لي يامن، ايه اكتر اغنيه بيحب دايما يغنيها في الكورال اللي هو بيغني فيه؟ اغاني وطنيه. ايه بقى اكتر اغنيه؟ او ممكن اغنيه الحلوه دي. الله، اغاني بس الحلوه دي مش وطنيه. ما انا بقول لك او ممكن. او ممكن. أوكي. اوكي. طب ايه الاغنيه الوطنيه اللي بيحبها؟ بتحب اولها ايه؟ اولها ايه؟ يا ماما مش بنحضر كل الحفلات والبروفات؟ لا لا بنحضر. ونذاكر ونغني. ايه؟ ايه يا ماما؟ بيغشش. صوت الجماهير. صوت الجمهور. صوت الجمهور. قليان. احنا مش سامعينك يعني. ماشي، انتوا معانا ولا احنا ايه؟ احنا معاكم ان شاء طب الله. طب ركزوا كده. طيب حبيبه، قولي لي ايه الفريق اللي بابا بيشجعه في الكوره؟ اي اهلي ولا زمالك؟ ايه؟ ايه يا حبيبه؟ الزمالك. الزمالك؟ الزمالك.
اختلفنا؟ لا مفيش اختلاف، لسه بنقول يا باباهات، ما عندناش لا اختلاف ولا اي حاجه خالص، ده انتوا القدوه، ركزوا معايا والنبي. اوكي قول لي يا استاذ يزن، مين اكتر حد ماما بتكلمه في التليفون؟ بابي اكيد. الله، رد جميل والله. الولد ده جاي يظبط الدنيا ويمشي الموضوع. طيب قول لي يا استاذ يحيى، ايه اكتر حاجه بتضايق ماما لما انتوا بتعملوها؟ بنتخانق. لما بتتخانقوا؟ وايه كمان تاني حاجه بقى؟ مثلا هي بتكون بتتكلم في التليفون واحنا بنتكلم. ماما 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 ماما، تقعد تعمل الحركات دي صح؟ صح. ما هي حاجه تعصب بصراحه والله برضو. طيب ماشي، اخر سؤال بقى نساله الاستاذ يزن، قول لي يا يزونه يامن، ايه اكتر حد من صحابه بيحبه اسمه ايه؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن فعلا؟ زي الفل، انتوا عيله زي الفل، وانتوا عيله زي الفل.